أهلا وسهلا ومرحبا مجددا أحبتي مع درس الأعداد العشرية. هذه المرة سوف نتطرق إلى جمع وطرح وضرب الأعداد العشرية. إذن كيف نضع عملية الجمع والطرح والضرب؟ كيف ننجز هذه العمليات؟ إذن تابعوا معي هذه التمارين. إذن جمع الأعداد العشرية، أضع وأنجز 200 زائد 3.22. إذن هنا لدينا 5 عمليات. إذن كيف ننجز هذه العمليات؟ لاحظوا معي 200 زائد 3.22، أنا سأضعها هكذا، والغالبية من التلاميذ سيتعجبون كيف وضعتها هكذا. إذن كما رأينا في الدرس السابق حول الأعداد العشرية، وقلنا بأنها تتكون من جزء صحيح وجزء عشري، ووضع العمليات فيما يخص بالأعداد الصحيحة، فإننا نضع الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، الآلاف تحت الآلاف، إلى غير ذلك. كذلك ومثال بالنسبة للأعداد العشرية، نضع الوحدات تحت الوحدات بالنسبة، لاحظوا، إذن خذوا معي، ركزوا معي وخذوا معي هذه القاعدة. بالنسبة لجمع عددين لهما، يعني عددين عشريين يعني فيهما فاصلة، بالنسبة لجمع عددين عشريين نضع الفاصلة تحت الفاصلة. نعم، إذن هذه هي القاعدة. بالنسبة لجمع عددين عشريين نضع الفاصلة تحت الفاصلة. بالنسبة لجمع عدد صحيح مثل 200 الآن وعدد عشري 3.22، هنا نضع الوحدات تحت الوحدات. هذه هي القاعدة، نضع الوحدات تحت الوحدات. 200 فين هي الوحدات ديالها؟ وحداتها هي 0، إذا نضع 0 هي الوحدات. 3.22 ماذا قلنا في الوحدات؟ الوحدات هي التي تأتي قبل الفاصلة مباشرة، إذن نضع الوحدات تحت الوحدات. أنهينا. الآن بالنسبة لتلك الأرقام يعني الغير موجودة بالنسبة للمئتان، يعني كيف سنجمع الفراغ مع 22؟ إذن العملية تكتب هكذا، ونعتقد أن هناك أصفارا زائدة نكتبها فقط لكي تتضح لنا الرؤية في الجمع، وكذلك في الطرح نفعل هكذا، وسنرى مثالا في الطرح كذلك. إذن بالنسبة لمئتان زائد 3.22 هكذا تكتب وهكذا توضع العملية. إذن كيف ننجزها؟ إذن هكذا قلت بأننا نضيف بعض الأصفار فقط، هي تلك أصفار زائدة كي تسهل علينا هذه العملية وإنجاز هذه العملية. إذن نكتب، إذن لدينا 200.00 زائد 3.22، إذن 0 زائد 2 يساوي كم؟ يساوي 2. 0 زائد 2 يساوي كم؟ يساوي 2. نضع الفاصلة تحت الفاصلة، فاصلة تحت الفاصلة، إذن نكتب الفاصلة نضعها، ثم 0 زائد 3 يساوي 3، 0 زائد 0 يساوي 0، 2 زائد 0 يساوي 2. إذن هذه هي العملية وهكذا تنجز. نمر إلى العملية الثانية. إذن قلت سابقا بأن العملية توضع إذا كان هناك عدد جمع عددين عشريين نضع الفاصلة تحت الفاصلة، هكذا الفاصلة تحت الفاصلة، ثم ننجز العملية. إذن 2 زائد 5 يساوي 7، 0 زائد 5 يساوي 5، الفاصلة تحت الفاصلة، 3 زائد 6 يساوي 9، 3 زائد 0 يساوي 3. نمر إلى العملية الثالثة، 45.89 زائد 45.65، نعم، إذن نضع فاصلة تحت الفاصلة، ثم ننجز العملية. 9 زائد 5 يساوي 14، 4 واحتفظ بواحد، 1 زائد 8 9، 9 زائد 6 15، 5 واحتفظ بواحد، ثم فاصلة تحت الفاصلة، نعم، إذن 5 زائد 1 يساوي 6، زائد 5 يساوي 11، 1 واحتفظ بواحد، 1 زائد 4 5، 5 زائد 4 9، جيد. إذن نمر إلى العملية الأخيرة بالنسبة للجمع.
طريقة بسيطة جدا وسهلة. إذا لدينا 5.5 زائد، أو عفوا 4.25 زائد 5.5، إذا 4.25 عدد عشري، 5.5 عدد عشري، إذا نضع الفاصلة تحت الفاصلة. إذا 5 زائد 0 يساوي 5، 2 زائد 5 7، فاصلة تحت الفاصلة، 4 زائد 5 9، وهكذا قد أنهينا جمع الأعداد العشرية. إذا قاعدة تقول في المجمل، نقول بأنه جمع عددين عشريين نضع الفاصلة تحت الفاصلة، جمع عدد صحيح مع عدد عشري نضع الوحدات تحت الوحدات فقط. إذا هذا بالنسبة للجمع. نمر إلى عملية الطرح، نفس الطريقة، طرح عددين عشريين فاصلة تحت الفاصلة، طرح عدد صحيح من عدد عشريين، إذا نضع الوحدات تحت الوحدات. 100 عدد صحيح ناقص 3.22، نفس العملية أخذتها، إذا أطبق عليها طرح الأعداد العشرية. إذا 100 ناقص 3.22 هكذا تكتب، ونضيف الصفرين فقط لتتضح الرؤية. إذا 0 ناقص 2، هل يمكن ذلك؟ إذا لدينا هنا الوحدات تحت الوحدات اللي هو هذاك الصفر ديال 200. إذا 0 ناقص 2 لا يمكن، إذا نضيف 10 وننزل بواحد، نضيف 10 وننزل بواحد، إذا 10 ناقص 2 يساوي 8. 0 ناقص 3، إذا 1 زائد 2 يساوي 3، 0 ناقص 3 يساوي كم؟ يساوي، إذا لا يمكن، إذا نضيف 10 وننزل بواحد، لا ننسى، دائما نضيف 10 وننزل بواحد، إذا 10 ناقص 3 يساوي 7، ممتاز، إذا فاصلة تحت الفاصلة. 0 ناقص 4 لا يمكن، نضيف 10 وننزل بواحد، إذا 10 ناقص 4 يساوي 6، ممتاز. 0 ناقص 1 لا يمكن، نضيف 10 وننزل بواحد، 10 ناقص 1 يساوي 9، ثم 2 ناقص 1 يساوي 1. إذا هذه هي العملية، عملية الطرح، وهكذا تنجز، هكذا تنجز عملية الطرح فقط. إذا هناك يعني ليس هناك لبس في هذه العملية، إذا عملية الطرح هكذا تنجز. إذا بالنسبة للعمليات الأخرى نفس الشيء، نفس الشيء بالنسبة للعمليات الأخرى، نفس الشيء، الفاصلة تحت الفاصلة، فاصلة تحت الفاصلة فقط. إذا العملية الأولى، إذا 2 ناقص 5 لا يمكن، إذا 12 ناقص، إذا أضيف 10 وأنزل بواحد، إذا 12 ناقص 5 يساوي 7، ثم 0 ناقص 6 لا يمكن، إذا أضيف 10 وأنزل بواحد، إذا 10 ناقص 6 يساوي 4، فاصلة تحت الفاصلة، ثم 3 ناقص 7 لا يمكن، إذا أضيف 10 وأنزل بواحد، 13 ناقص 7 يساوي 6، ثم 3 ناقص 1 يساوي 2، نفس العملية كذلك بالنسبة لهذا الشيء. 9 ناقص، إذا فاصلة تحت الفاصلة، 9 ناقص 5 يساوي 4، 8 ناقص 6 يساوي 2، فاصلة تحت الفاصلة، 5 ناقص 5 0، 4 ناقص 4 يساوي 0. نمر إلى العملية الأخيرة، إذا لدينا 0، إذا هنا غير موجود لكن أضفناه، هو صفر زائد، زائد صفر زائد، إذا كما قلنا بأن الأصفار الزائدة هي التي تأتي بعد العدد في الفاصلة مباشرة. إذا قلنا صفر ناقص 5 لا يمكن، إذا أضيف 10 وأنزل بواحد، إذا 10 ناقص 5 يساوي 5، 5 ناقص 3 يساوي 2، فاصلة تحت الفاصلة، ثم 5 ناقص 4 يساوي 1. إذا هذا بالنسبة لطرح الأعداد العشرية. إذا كما قلنا بأنه، إذا قاعدة جمع وطرح الأعداد العشرية، قاعدة جمع وطرح الأعداد العشرية قاعدة واحدة تقول بأنه إذا جمع عددين عشريين أو طرح عددين عشريين نضع الفاصلة تحت الفاصلة وننجز العملية، كالعمليات يعني كعملية كأي عملية طرح كنا نقوم بها.
وطرح عفوا نعم طرح أو جمع عدد صحيح مع عدد عشري، الوحدات تحت الوحدات فقط، نضع الوحدات تحت الوحدات، والعشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، إلى غير ذلك. إذا نضع الوحدات تحت الوحدات، إذا هذا هو بالنسبة للجمع وطرح الأعداد العشرية. الآن نمر إلى ضرب الأعداد العشرية، وهو شيء بسيط جدا وسهل. إذا بالنسبة هناك ما تلاحظون أن العمليات وضعت، لدينا 974 فاصلة 636 ضرب 8، 459 ضرب فاصلة 07 ضرب 206، 3148 ضرب 0.109. إذا لاحظ بعض التلاميذ هنا أنني وضعت 8 وهي الوحدات، وضعتها تحت 6، والستة هي جزء من الألف، لم نفهم شيئا. ثم 206 جزء صحيح، وضعته تحت الجزء العشري. ثم 3148 وضعت أسفله جزء عشري. إذن كيف بالنسبة لعملية الضرب هنا، بالنسبة في وضع يعني عملية الضرب هنا، لا نضع الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات، لا نحترم ذلك بالنسبة للوضع، لكننا نحترمه في عندما إذا هنا طريقة ضرب الأعداد العشرية. تابعوا معي وسترون كيف هي طريقة ضرب الأعداد العشرية. إذا بالنسبة للوضع لا نحترم الفاصلة تحت الفاصلة أو يعني الوحدات تحت الوحدات بالنسبة للوضع، لكن في الإنجاز هنا سنرى طريقة الإنجاز بالنسبة لتلك العملية. إذا سنمر إلى العملية الأولى. بالنسبة للعملية الأولى كما تلاحظون هنا، العملية الأولى تقول 974 ضرب 136، عفوا 974 فاصلة 136 ضرب 8. إذا 8 في 6 يساوي كم؟ يساوي 48. إذا نكتب 8 واحتفظ بأربعة، 8 في 3 يساوي كم؟ 24 زائد 4 يساوي 28. إذا نكتب 8 واحتفظ باثنان، 8 في 1 يساوي كم؟ يساوي 8، 8 زائد 2 يساوي 10. إذا أكتب 0 وأحتفظ بواحد، إذا أكتب 0 وأحتفظ بواحد. ثم 8 في 4 يساوي كم؟ 8 في 4 يساوي 32، 32 زائد 1 33، أكتب 3 وأحتفظ بثلاثة. 8 في 7 يساوي كم؟ 8 في 7 يساوي 56 زائد 3 يساوي 59. إذا 9 اكتب 9 واحتفظ بخمسة. 8 في 9 يساوي كم؟ يساوي 72. 72 زائد 5 يساوي كم؟ 72 زائد 5 يساوي 77. إذا اكتب 77 لأنها آخر عدد نضربه اللي هو 9. إذا 8 في 9 قلنا هي 72 زائد 5 هي 77. الآن هل أنهينا العملية؟ لم ننهي العملية بعد، لازم أو لابد أن نضع الفاصلة. إذا ما هي الطريقة التي نقوم بها؟ إذا أرى العددين، العدد الأول اللي هو 974 فاصلة 136، والعدد الثاني اللي هو 8. أحسب في كلا العددين كم من رقم بعد الفاصلة، أحسب في كلا العددين كم من رقم بعد الفاصلة. إذا 974.136 كم من رقم بعد الفاصلة؟ 1 2 3، 3 أرقام بعد الفاصلة. بالنسبة للعدد الثاني اللي هو 8 كم من رقم بعد الفاصلة؟ ليس هناك رقم بعد الفاصلة. إذا كم من رقم بعد الفاصلة فيهما جميعا هو 3 أرقام. إذا سأحسب من 8، بداية من 8 سأحسب 3 أرقام ثم أضع الفاصلة. إذا عندنا 8 ثم 0، إذا سأضع الفاصلة هنا، توضع الفاصلة، والعدد يعني المحصل عليه هو 7793.088، هذا هو العدد الصحيح.
هذه هي طريقة ضرب الأعداد العشرية، طريقة ضرب الأعداد العشرية. نعم، إذا طريقة ضرب الأعداد العشرية قلنا في وضعها لا نحترم الفاصلة تحت الفاصلة والوحدة تحت الوحدة، لكن عندما نضرب العدد عند إتمام جمعه أو إنجازه لا بد من وضع الفاصلة. إذا الفاصلة كيف نضع تلك الفاصلة؟ أنظر إلى العددين وأحسب مجموع الأعداد الموجودة بعد الفاصلة، سواء في العدد الأول أو في العدد الثاني، ثم أجمعهما وأحسب من العدد الذي بدأنا فيه، أحسب كم من رقم بعد الفاصلة، ثم أضع الفاصلة في مكانها المناسب. بالنسبة للعملية الثانية أنجزت، أنجزنا العملية الثانية، إذا هي كالتالي: إذا 6 في 7 يساوي 42، نكتب 2 وأحتفظ بـ4، أول احتفاظ، إذا أحتفظ بـ4، ثم 4 أو عفوا 6 في 0 يساوي 0 زائد 4 يساوي 4، ثم 0 في عفوا 6 في 9 يساوي 6 في 9 يساوي 54، إذا نكتب 4 وأحتفظ بـ5، 6 في 5 يساوي 3 زائد 5 35، نكتب 5 وأحتفظ بـ3، 6 في 4 يساوي 24 زائد 3 27. نعم، إذا هذه هي بالنسبة للعدد الأول. العدد الثاني، كي أحسب العدد الثاني أمر إلى هنا وأضع النقطة، أضع النقطة هنا ثم أمر إلى حساب العملية الأخرى، إذا أضع النقطة هنا ثم أمر إلى حساب العملية الأخرى. 0 في 7 يساوي 0، 0 في 0 يساوي 0، 0 في 9 يساوي 0، 0 في 5 يساوي 0، 0 في 4 يساوي 0، ثم نمر إلى العدد الثالث وهو 2، أضع النقطة ثم أمر للعدد 2 في 7 14، 4 وأحتفظ بـ1، 2 في 0 يساوي 0 زائد 1 يساوي 1، 2 في 9 يساوي 18، اكتب 8 وأحتفظ بـ1، 2 في 5 10 زائد 1 يساوي 11، 1 واحتفظ بـ1، 2 في 4 8 زائد 1 يساوي 9. الآن اجمعوا هذه الأعداد. دائما الفاصلة توضع الفاصلة في مجموع، يعني في نهاية العملية، في نهاية العملية. إذا 2 زائد 0 زائد 0 يساوي 2، 4 زائد 0 يساوي 4، 4 زائد 0 يساوي 4 زائد 4 يساوي 8، 5 زائد 0 يساوي 5 زائد 1 يساوي 6، 7 زائد 0 يساوي 7 زائد 8 يساوي 15، 5 وأحتفظ بـ1، 1 زائد 2 يساوي 3، 3 زائد 1 يساوي 4، ثم هنا 0 زائد 9 يساوي 9، ثم أحسب كم من رقم بعد الفاصلة في العددين. بالنسبة للعدد الأول رقمين بعد الفاصلة، وبالنسبة للعدد الثاني لا توجد هناك فاصلة، إذا سأحسب رقمين فقط، الرقم الأول الرقم الثاني، ثم أضع الفاصلة. إذا هذا بالنسبة للعدد الثاني. بالنسبة للعدد الأخير موجود لدينا هنا نفس الشيء. إذا لدينا 9 في 8 يساوي 72، 2 وأحتفظ بـ7، 9 في 4 يساوي 36، 36 زائد 7 يساوي 43، 43، نعم، إذا 3 وأحتفظ بـ4، 9 في 1 يساوي 9، عفوا 6 في، نعم 6، نعم 9، 9 في 1 يساوي 9 زائد 4 يساوي 3، 9 عفوا 13، جيد، 9 في 3 يساوي 27 زائد 1 يساوي 28، ثم أضع النقطة، 0 في 0 يساوي 0، في عفوا في 8 يساوي 0، 0 في 4، إذا 0 يسمى العنصر الماس، مثله مثل البئر، إذا عنصر ماس يعني أي عدد وضعته في ذلك الصفر فإنه يعطيني صفرا، دائما أي عدد وضعته في الصفر يسمى يعطيني صفرا، إذا يسمى العنصر الماس، يمتص ذلك العدد ويعطينا الصفر. إذا قلنا 0 في 8 يساوي 0، 0 في 4 يساوي 0، 0 في 1 يساوي 0، 0 في 3 يساوي 0. نمر إلى العدد الثالث اللي هو 1، أضع النقطة ولا أنساها، 1 في 8 يساوي 8، 1 في 4 يساوي 4، 1 في 1 يساوي 1، 1 في 3 يساوي 3. أمر إلى العدد الأخير، الرقم الأخير اللي هو 0، إذا أضع النقطة ثم 0 في 8 نفس الشيء، إذا يساوي 0
نعم، الآن أجمعوا هذه الأعداد، 2 زائد 0 يساوي 2، 3 زائد 0 يساوي 3، 3 زائد 0 يساوي 3 زائد 8 يساوي 11، 1 احتفظوا بواحد، 1 زائد 8 يساوي 9، 9 زائد 4 يساوي 13، 3 واحتفظوا بـ1، ثم 1 زائد 2 يساوي 3، 3 زائد 1 يساوي 4، نعم 3 زائد 0 يساوي 3، ثم 0 زائد 0 يساوي 0. إذا الآن أحسب كذلك كما قلت بأنني أحسب كم من رقم بعد الفاصلة في كلا العددين. إذا العدد الأول الفاصلة غير موجودة، والعدد الثاني توجد هناك فاصلة وثلاث أرقام بعد الفاصلة، إذا سأحسب ثلاث أرقام، الرقم الأول الثاني ثم الثالث، ثم أضع النقطة هنا، إذا ها نحن قد أنهينا هذا الدرس، هو درس بسيط جدا، يعني يكفي أن نطبق القواعد، قواعد الجمع وقواعد الطرح وقواعد الضرب لكي ننجز هذه العمليات، وهي عمليات جد بسيطة. بالنسبة للضرب يعني سأقوم بنشر فيديو لاحق عن تقنية الضرب وفي ضرب الأعداد يعني بطريقة سهلة جدا وبسيطة، إذا سأنشر الفيديو لاحقا. إذا بالنسبة للضرب لابد من حفظ جدول الضرب، إذا كيف سنحفظ جدول الضرب؟ إذا سأعلمكم تلك الطريقة فيما بعد بإذن الله. إذا أشكركم على حسن المتابعة، وانتظرونا في دروس مقبلة بإذن الله. إذا إلى اللقاء.